اقول لك اسلم. كل ذيك طعم الديك ايش؟ كل ذيك طعم الديك؟ لا سوي لك كبسة. الو لا والله ما ابغى كبسة. وخير منها ركعتين بلا سحار، لا طاب نوم اللي حياته خسارة. خسارة ركعتين شفع وتر للي ما تسنى اوتر ذكر الله زين. هل من مستغفر نغفر له؟ هل من مدعي يستجيب له؟ الحين وقتها نازف السماء الاولى، الحين وقتها شرعي الروح. اي فلذلك اوصي نفسي اوصيكم جزاك الله الصلاة خير. بالوتر بالشفع الوتر، وادعوا واطلبوا ربكم، اطلبوا ربكم يا مسلمين الله يديك بالكلام الطيب دعم كذا كرتنا، وبادعى لامواتك واحيائك ونفسك. لا تسج وتسعى تبي اللهم ارزقني الحلال، اللهم ارزقني الخير، اللهم ارزقني المال، هذه بعد عزه بس قول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عافني، اللهم اعف عني، اللهم اكرم نزلي، اللهم ابح مني، اللهم خفف علي ذنوبي، اللهم ارزقني حسن خاتمه. يلا يديك خط جزاك الله خير والله اني صادق. اكتب ميزان حسناتك ان شاء الله. ركعتين يقول خير منها ركعتين بلا سحار، لا طاب نوم اللي حياته خساره. اقول اخير منها ركعتين بلا سحار، لا طاب نوم اللي حياته خساره. خساره والله اني صادق. جزاك خير.